اسامه طاقه اسمك رقم ثمانيه الصوره القرانيه المناسبه لك هي صوره الماعون الحجر الكريم الملائم العقيق اليماني انت شخص عنيد متمسك بارائك ومتشبث ومتفرد بقراراتك ذو طموح عالي وافكار جيده تملك نشاط جسدي وفكري كبير تحب العمل والحركه تكره الهدوء والجلوس الطويل تسعى لاثبات وجهه نظرك وفرضها على الاخرين متحمل للمسؤوليه منذ سن مبكره تجيد تسيير الامور والتخطيط لها وهذا يجعلك انسان ناجح في حياتك تتعرض لبعض الازمات الصحيه والماديه وتواجهك نحوسات وعوارض بالعمل والزواج. لا تصلك الأمور الإيجابية إلا بعد تعب ومشقة. شجاع في المواقف الصعبة. مقدام تعشق المغامرات ولا تخشى الفشل. وهذا يزيد من حظوظ تحقيقك لأهدافك وطموحاتك. تملك حاسه سادسه قويه وروحانيه عاليه في اسمك فحاول استغلالها بتفاؤل الخير والاشياء الجميله حتى تتجلى لك في حياتك والله اعلم والله الموفق